موضوع الشكوى لله يعني باستفاضة، يعني الواحد يحكي اللي حصل والكلام ده، هل في أي مشاكل في هذا الأمر شرعيا؟ لا لا، ما فيهوش أي مشكلة، بالعكس. يعني إنسان شعر بالظلم، شعر بالضيق، فلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فحكى واتكلم، يعني لا 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 مشكلة في ذلك، ما دام ده مش في سياق عبادة. يعني مش هينفع مثلا وأنا في الصلاة أو وأنا في السجود هتكلم بكلام، يعني الكلام اللي خارج الصلاة، لا. إنما لو في بره الصلاة وقاعد يا رب وشفت اللي حصل النهاردة وحصل لي كذا وعمل لي، طبعا شوف هو شاف سبحانه وتعالى. إنما يعني وفلان عمل وأنا متضايق، يا رب طيب يعني هدي نفسي شوية وارزقني السكينة، لا مانع، هذه مناجاة لله سبحانه وتعالى، لكن كل على قدر فهمه. ما الأعرابي الذي وقف عند الكعبة مش قادر يستوعب الدعاء الجميل المأثور اللي النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا سعد، فقال يا رسول الله إني لا أفقه دندنتك ولا دندنة سعد، أنا مش عارف أقول الكلام اللي بتقوله الجميل ده، مش قادر، ولكن اشتهدت وأنا أقول يا الله ما أدخلني الجنة وأجرني من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ حولها ندندن، ما هو كل دعائنا كده، هو خلاصة دعائنا إيه؟ هو كده، دخول الجنة والعفو من إن ندخل النار ويجيرنا الله عز وجل من دخول النار، فلا مانع شرع، ما فيش أي مانع من ده.